تحية وتقدير واحترام لكم مشاهدينا الكرام، وحييكم اينما كنتم ضمن الموجز الاخباري الاسبوعي الخاص بنادي الرجاء الرياضي، حيث سنسلط الضوء عن استعدادات الرجاء لمباراة اياب الدور التمهيدي لعصبة الابطال الافريقية امام نادي بريكاما يونايتد يوم غد ان شاء الله في 8 مساء. لنتابع. ثلاث أهداف لكل فريق نتيجة الذهاب في الفصل الأول للدور التمهيدي للعصبة بباجولا الغامبيا أمام نادي بريغاما يونايتد، نتيجة ملغومة أجلت التأهل للإياب الذي سيدور بدونور غدا في 8 مساء. الحصة التدريبية الخاصة بهذا اللقاء انطلقت مباشرة بعد عطلة العيد، لكنها كانت منقوصة من خدمات المحليين والأولمبيين. التحق الكل الخميس واكتملت الصفوف، وعمل الطاقم التقني كما نتابع على أعلى المستويات بهدف واحد، وهو تحقيق التأهل للدور المقبل، حيث انه الشغل الشاغل للنسور. الاستعدادات كدوز في امور مزيانه، كنستعدوا للماتش الرشون ان شاء الله اللي جبنا في الالي التعادل، وكنتمنى نحققوا نتيجه مزيانه ان شاء الله ترضي جمهور الرجاء ونتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله. ضروري غنحقوا واحد النتيجه ايجابيه اللي نفرحوا بها الجمهور المغربي والرجاوي اللي ضروري خاصه يفرح ان شاء الله باش نتاهلوا للدور الثاني. الظهور الرسمي الأول إذن للخضر بالبيضاء يأتي ضمن مسابقة تبقى مطمع كل مكونات العالم، والفوز أهل ويعبد الطريق نحو دور المجموعات بعد عقبة ليبيا أو إفريقيا الوسطى في الدور المقبل، لكن قبل ذلك كل التركيز على النادي الغامبي. في ختام الحلقة نبأ السار والمشجع وصول عدد المشتركين لـ 9000 مشترك، رقم قياسي على المستوى الوطني والذي يضاهي أندية العالم،